والله ان شاء الله نحو الاصلح ونحو الافضل باذن الله، لان نحن تعبنا بصراحه. وضعيه المدينه بعد يرادله يرادله، خاصه الجانب الايمن، الحكومه مركزه على الجانب الايسر فقط. فنحن نريد الجانب الايمن ان شاء الله ينهض ويتعمر ويصلح باذن الله. والله ان شاء الله بيد اهلها باذن الله. والله ان شاء الله يغيرون باذن الله. والله تغيير مهم، ضروري ضروري مهم. مو الناس ترجع ورا الانتخابات تتبشبش وتحكي عن النواب وعن المسؤولين. خلي يثبتون هسه وجودهم العالم. لا يدور له سله غذائيه ياكل بيها اسبوع واربع سنين تضيع من حياتهم. اولادهم، وظائفهم. كيف ما تكونوا يولى عليكم، انتم راح تنتخبون هذول المسؤولين، هم راح يكونوا مسؤول عنكم. فلا تدوروا ماديات وسلة غذائية. الشخص اللي اشتغل بالمدينة خدم المدينة ارجعوا انتخبوا، ما مشكلة، هذه مو مشكلة إذا انتخبتوا. لا والله علاقة تتجدد. أبا ما شفنا شيء، ما شفنا أي شيء من الحكومة. يعني الناس كلها تعق عليها، كلها بطالة عطالة، ماكو شيء. دولة يعني دولة أغنى دولة بالعالم، أفقر دولة بالعالم، وين صايرة هذه؟ أسعر اخر بير يوشي للعراق هو العراق، ماكو ايش شلون؟ اي ما عيب عيب على كل واحد يبيع صوته، ينتخب الشيء اللي يفيده. ما عنده اصلا، ما يصير يبيع صوته، على اي اساس يبيع صوته؟ على اكثر العالم وسعة العلم اغلبيه العالم راح تبيع صوته، راح يبيعون اصواتهم، ينطوهم ورقه، ينطوهم 100,000، يبيعون صوتهم. ليش؟ متوازين. اللي يبيع صوته ما نزيه ولا شريف. لا نزيه ولا شريف يبيع صوته. وينتخب الشيء يكون الشخص اللي ينتخبه يكون شريف ونزيه. ينتخب المواطن، ينتخب شو اسمه، يعمر الشوارع، يعمر الجسور، يعمر المستشفيات. يعني يسأل البلد هذا معمر؟ لا معمر، يعني كل شيء ماكو، ايش تستفيد منه هالبلد هذا؟ تقريبا من التحرير لحد ايش صابينه وايش حرابينه هالبلد هذا؟ يعني ما استفدنا شيء تعمير بينه. النواب اللي يفترون ينطي سله غذائيه من كان صوته. ينطي سله غذائيه ما مريح هذا، يعني شخص ما مريح، ما نزيه، ما شريف، ما شفاف. والله اللي يبيع صوته يعني هذا ما عنده ضمير. يعني المفروض هو اذا ما يريد ينتخب لا يروح ينتخب، وهذا هو، فماكو داعي يروح يبيع صوته. ليش يبيع صوته؟ لان هذا بلد. طبعا الشعب راح يفكر نحو الاحسن. وراح يفكر بالناس اللي تمثله، وراح يفكر بالناس اللي تخدم هسه هذا البلد وتخدم هذا اهل الموصل بالاخص. والله الوجوه القديمه احنا ما شفنا منه شيء، يعني كل شيء ما قدموا لنا. والى متى؟ وهم اذا رجعت نفس الوجوه هم الموصل ما راح تصير بخير، لان يعني كل شيء ما استفادينا منهم. متى تصير بخير الموصل؟ من يجونا ناس اصحاب كفاءه، ناس مثمنين لهذا البلد، الموصل تصير بخير. شو رايك بالقوائم الدخيله؟ يعني مثل من الانبار من صلاح الدين، هاي دخيله على العلنين والاصوات. لا ما يصير طبعا، كل شعب يمثل هو محافظته ومدينته، يعني ما يصير يعني من محافظه لمحافظه ما يصير. يعني اتصور انه كل من ينتخب بمحافظته احسن. دخلاء ممكن يخدمون نينوى؟ هذا الشيء اكيد ما يخدمون نينوى، هذا شيء معروف. يعني يجيك من برا ما يخدمك، لازم من هذا البلد، من هاي المعاناة اللي عايشوها المواطن ويعرف اشكو بالبلد عايش ايش حيصير. من ننتخب هذا الشخص، هذا الشخص راح يقدر يخدم المحافظة. لازم نغير احنا. ليش تغير؟ نغير خاطر يتغير وضعيتنا احنا تتغير. تعرف شلون وضعية ستعبانة، يعني حركة البيع والشراء حيل تعبانة. اي زين، تختار ابن الموصل لو غريب على الموصل؟ طبعا ابن الموصل تختار. ليش ابن الموصل تختار؟ خاطر يتغير وضعيتنا احنا تتغير، يعني وضعيتنا تتغير، ما نظل على هذا الوضع نقول تعبان.